سابقة في الجزائر وفي أغلب الدول الإفريقية تقنية التشخيص النووي والمغناطيسي معا لتوفير معلومات دقيقة حول الأمراض خاصة السرطانية منها والعصبية والدماغ. هذا ما يوفره مركز التشخيص بالأشعة لمستشفى الشهداء محمودي بفرعه المتواجد بالجزائر العاصمة. مكسب طبي هام ونافذة أمل بالنسبة للمرضى. الحمد لله اليوم افتتح هذا المركز ورانا جينا نديرو في التشخيص الطبي خاص بترواتيسلا، والحمد لله لقينا استقبال في المستوى. جوزت واحد من قبل درت فيه 20 مينوت وهذا 2 مينوت شغل جاني ساهل. ليالا شحال من خطأ ملي كان لاج دي 6 موا وانا نديرو في ليالا يقولوا لي ما عنده حتى حاجة، بعد تقنية باش يبان وليدي واش عنده واش المرض اللي عنده. تساعد هذه التقنية في تحديد المشاكل في وقت مبكر من تقدم المرض، كما يتم استخدام نسب قليلة من المواد المشعة لغرض التشخيص، كما يوفر إمكانية اكتشاف المرض في مراحله المبكرة وتحديد مدى الاستجابة للتدخل الطبي دون الحاجة إلى البروتوكولات الطبية المستخدمة من قبل، وكذا تعريض الجسم إلى مختلف الإشعاعات. تقنية خاصة بالطب النووي تجمع بين تقنيتين، دونك عندنا البيتسكان وعندنا الياغم، نستعملوها في تشخيص الأمراض السرطانية بدقة، ونستعملوها ثاني في الأمراض العصبية لتشخيص مرض الألزهايمر والإبيليبسيا. هي أول مرة هذه التقنية تستعمل في الجزائر وفي القطاع المدني الإفريقي. كي تجي تستثمر في الميدان في هذا الميدان الصحة، القرض ينقص ب 50%، يعني هذا مساعدة مهمة. الإنسان 50% 50% من لي زانتيري سي انورس، داك بزاف دراهم. وثاني عندك اكزونوراسيون دو تي في اف، كي تجيب الماتيريال ما تخلصش لا تي في اف، ما تخلصش لا دوان، الجمارك ما تخلصش. وثاني عندك كي تكمل تبدا في البروجي، الا خلقت اكثر من 100 منصب شغل عندك اكزونوراسيون تاع لي بي اس، ما تخلصش لي زامبو في 5 سنين. هذه يعني اظن بان يعني ماشي حاجه سهله للدوله، يعني الخزينه السيبورت بوك، ولكن من تمد ومن تربح. دعم الدولة لمثل هذه المشاريع ومنح التسهيلات للمستثمرين من شأنه جلب المزيد من التكنولوجيات الطبية الحديثة والمضي نحو تطوير قطاع الصحة في بلادنا.